هنالك أسماء ترتبط بقيم أخلاقية، بقيم دينية، بقيم اجتماعية، ولكن هذه الأسماء ارتبطت بأفراد أو بحوادث تاريخية. هؤلاء الأفراد كانوا أفراداً سيئين، هذه الحوادث التاريخية كانت حوادث تاريخية سيئة، وهذا الارتباط ألقى بظلال سيئة على هذه الأسماء. الاسم في حد ذاته ما في إشكال، ربما يكون اسماً طيباً، ولكن ارتباطه برموز تاريخية سيئة أو بأحداث سيئة جعل هذا الاسم يأخذ ظلال أولئك الأفراد أو ظلال تلك الأحداث. هذا الاسم أيضا مرفوض من الناحية الشرعية، غير محبذ من الناحية الشرعية. هنا أكو نقطة جيد نشير إليها، أكو أفراد يقولون أنه ليش مثلا إفلان واحد من أولاد الأئمة كان اسمه كذا؟ الجواب أنه هنالك أسماء لا تتلون بلون معين في فترة تاريخية معينة، ما تأخذ لون، فماكو مانع واحد يسمي بذلك الاسم، ولكن بمرور الأيام أو لحوادث معينة تأخذ لون فيصبح الاسم مبغوضا. ربما الاسم في حد ذاته مو مبغوض، ولكن بمرور الأيام أو لحادثة معينة يتخذ لون معين فيصبح اسما مبغوضا. هذا موجود حتى في حياتنا الاجتماعية. صدام شنو معناته؟ صدام من الناحية اللغوية معناه الذي يدفع الآخرين بجزء من بدنه، هذا معناته. يعني إذا أنتوا واقفين ويا واحد فدفعتوا بكتفكم هالشكل، ذبيتوا في البحر، هذا يقال صدمه. اللي يفعل هذا العمل كثيرا يقال له صدام، وهذا اسم من الأسماء. ولكن الآن إذا واحد يسمي اسم ابنه صدام مثلا، يقولون ليش تسمي اسم ابنك باسم هذا الطاغي؟ هذا الاسم أخذ لون معين، وإلا هو اسم عام وإن كان مو محبذ في حد ذاته. فأكو هنالك أسماء تأخذ ألوان معينة، إذا أخذت ذلك اللون المعين تعود مبغوضة مو محبوبة.